نتكلم النهارده على جزئيه مهمه جدا، على التداخلات الدوائيه لمثبطات مضخه البروتون. دي جزئيه لازم ننتبه ليها، بتشمل التداخلات الدوائيه لمثبطات مضخه البروتون على ما يلي. اول حاجه، بيقلل استخدام مثبطات مضخه البروتون من امتصاص الكيتوكونازول، وتزيد من امتصاص وتركيز دواء الديجوكسين. ودي بلوى كبيره، لان الناس اللي هم بياخدوا الديجوكسين طبيعي قلبهم تعبان، يبقى ما ينفعش ياخدوا معاه مثبطات مضخه البروتون، او الدكتور بقى يبتدي ينبههم يقللوا الجرعه، ياخدوا ده في وقت وده في وقت تاني. يبقى احنا لابد ان احنا زي ما قلنا قبل كده، ان احنا نكون واضحين للدكتور. اما اروح يا جماعة للدكتور، لازم اوضح له حالته الصحية كاملة، وايه الادوية التانية اللي انا باخدها، لان هو ببساطة هو راح ياخد دواء للحموضة، وكون باخد دواء للقلب، الاتنين هيتفاعلوا مع بعض. تاني حاجة من ضمن التفاعلات الدوائية، بيقلل ادوية مضخة البروتون من تحليل الكبد لبعض الادوية، مما يؤدي لزيادة تركيزها في الدم، بيأثر على الميتابوليزم في بعض الادوية. وتشمل هذه الادوية الديازيبام والوارفرين. ديازيبام دي حاجة للأمراض النفسية أو حاجات مهدية، الوارفرين اللي هو بيستخدم لتظبيط موضوع سيولة الدم، والفينيتوين اللي هو بيستخدم للناس اللي هم عندهم برضو أمراض نفسية وعصبية وممكن حالات صرعية. أيضا بتقلل مثبطات مضخة البروتون من تأثير عقار الكلوبيدو جريل، من خلال منع تحويل هذا العقار إلى شكله النشط. يعني بقى هنا الناس اللي بياخدوا كلوبيدو جريل عشان خاطر ما يتكونش ليهم جلطات، كده تأثير الكلوبيدو جريل هيبقى هيضعف، عشان خاطر هنا مثبطات مضخة البروتون هتعاكس تحول هذا العقار إلى شكله النشط اللي هو المفروض يقوم بعمله. لعل الموضوع يكون عجب حضراتكم. مع السلامة.